مسيلة للدماء لا للدموع، تلك القنابل التي تعد أشد فتكاً من الرصاص تصبها القوات الحكومية على رؤوس المتظاهرين، ومصدر هذه القنابل إيران. هذا ما كشفته منظمة العفو الدولية في تقرير لها تناول الجرائم الحكومية ضد المتظاهرين في العراق ونوعية الأسلحة المستخدمة. تقول المنظمة إن التحليل العسكري أظهر أن جزءاً كبيراً من المقذوفات الفتاكة هي قنابل مسيلة للدموع من نوع M651 وقنابل دخان من نوع M713 صنعتها منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية. وزن القنبلة الواحدة يعادل 10 أضعاف قنابل الغاز المتعارف عليها، وإطلاقها بشكل مباشر على المتظاهرين يؤدي إلى تهشيم الجمجمة واختراق الجسد، فيقتل المتظاهر على الفور. كل هذه المعلومات تحققت منها منظمة العفو من خلال اتصالات هاتفية وتواصلات عبر البريد الإلكتروني مع العديد من شهود العيان، إضافة إلى تحليل الصور والأشرطة الفيلمية واستعراض السجلات الطبية واستشارات المهنيين الطبيين في بغداد. الصور واللقطات المصورة القادمة من بغداد تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن التعامل الأمني مع الانتفاضة هو اعتماد القتل الممنهج والمدروس. لم تكتف إيران بالإشراف على عمليات قتل المتظاهرين، بل تعهدت عمليات القتل من التخطيط إلى التنفيذ، مسندة هذه المهمة إلى ميليشياتها التي تزودها بالعدة اللازمة، ومنها هذه القنابل الفتاكة. فكيف للعراقيين أن يمحوا من ذاكرتهم مشاهد فوارغ القنابل الفتاكة تملأ ساحة التحرير وعليها بصمات الصانع ساخت إيران؟ خليجون يشوفوه بالعبار صنع إيراني يا ناس يا عالم، واللي دا يضربونه يموت ولا الشغب، انت يضربونه ستة والله ستة، لابسين أسود بأسود بس عيونهم مبينة، هاي الطبقة الأخيرة لسه مالتنا.